الذي يصول ويجول في النفوس فيجعلها سابحة بأجواء فضية ساحرة. إنها قيثارة نغم مزينة بالسنابل، صوتها عطر أنغام الجداول. نبقى الآن مع الصوت الراقي والطالب رهف شاهين في أغنية بطولات سخنين. وقفت لجانبي وأبا ساندني طوال هذا المشوار، فكل كلماتي وعباراتي لا تفي دعمكم لي. معلمتي ديانا، الأم والمعلمة والصديقة التي طالما رافقتني ودعمتني ورفعت من قدراتي إلى أسمى وأعلى مكان. عشقت حظي الذي جمعني بهذه المعلمة الراقية لتعطيني فرصة للتميز والرقي، فلك مني كل المحبة والشكر والتقدير طوال عمري. وغنائي، نعبر به عن استمرارية العملية الإبداعية التي وضعناها نصب أعيننا منذ تسلم إدارة هذه المدرسة التي أتشرف بأن أكون واحدا من أسرتها. أبارك ليارا قسوم وكامل يمين ومريان حيادري وآية خلايلي وبلبل الغدير رهف شاهين. أبارك لهن هذا العمل الرائد والرائع، ولن أنسى أن أبارك لرهام حيادري وجيانا غنطوس ولينا خلايلي خريجات هذه المدرسة التي أكملن دراستهن في مجال الفن والإبداع. كما أتوجه بالشكر الجزيل لأهالي الطالبات المحتفى بهن على دعمهم لبناتهن. نعم الولد ونعم الوالد، تستحقون كل شكر وتقدير. تقدم لتحقيقها، فالأفراد المبدعين يلعبون دورا مهما وفعالا في تنمية مجتمعاتهم في جميع المجالات التربوية والاجتماعية والفنية والتقنية. ومجتمعنا يعاني اليوم من مشاكل تربوية تعليمية سلوكية اجتماعية وسياسية أيضا. ومن هنا نحن نبدأ بالاهتمام بالطلاب المبدعين رجال الغد الذين يبنون الحضارات ويصنعون التقدم لأمتهم وللعالم أجمع. فما أحوج طلابنا إلى الاهتمام من جانبنا كأهل لتنمية النواحي العقلية والمعرفية في سبيل إخراج طاقات الإبداع عندهم. يوفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، لأنني لا أكتفي بالوقوف احتراما وإجلالا لمعلمي الأفاضل، بل سأحمي هامتي عرفانا لهم بما بذلوه في سبيل العلم والتعليم، ولتأديتهم تلك الرسالة بأمانة وإخلاص ومسؤولية، فكانوا خير أهل لخير الرسالة. أخيرا، لا يسعني إلا أن أهني المدرسة بكاملها مديرا ومعلمين بما زنوه بعد زرع ورعاية مدة 6 سنوات، فكان الحصاد نجاح طلابهم، وأرجو لهم دوام النجاح والتقدم والرقي. راق وأقلام، مقاومة واستسلام، ضوء
لتبقى. وبين الكلمات العابرة والحروف المغادرة كتبت لتثبت الكرامة، شهدت لتقول الوئام، صليت للرب لتأخذ الحق. كان وقد حفظت في عقول الناس كالأمانة. كان من الشعراء عدد الرمال، وهاب معظمهم السيوف والقتال، استعملوك للتكسب ومن حكام التقرب، ليس شأنك أعلى مني، فالخطابة هي من دمي. ساءك السجع وزانتني القافية، وسأخلد لسنين بعد هذه وافية. فيك انتحال بسببك اقتتال، أعد في سنوات وتعد في ارتجال. من روادي جرير وامرؤ القيس المتنبي، خلدهم التاريخ والأدب بأسمائهم يقتدي. في نجيب والحسن أخمد القلاقل والفتن، لي الأغاني وسحر المعاني، فليس من السهل لمن حفظني أن ينساني. القصص وكتب المعلومات، وقد أكسبتني المطالعة ثروة لغوية أغنت أفكاري ومعلوماتي. لقد شجعني أهلي ومن حولي عندما لاحظوا موهبتي بالكتابة، فجمعت بعض كتابات المتواضعة في هذا الكتاب، وكل أمل ورجاء أن تلقى الرضا والإعجاب لدى كل قارئ. أهدي كتاباتي هذه لكل من يهوى القراءة ويستمتع بها، لكل من يبحث عن سحر المطالعة، لمن أحب اللغة العربية الجميلة بل وعشقها مثلي. وختاماً أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساهم بإصدار هذا الكتاب. بعض المسؤولية تنقذها البشرية، ليش القتل والدمار؟ كله عشان الهوية وتناخذ استقلالية، الحياة كلها أيام، ليه نضيعها بتصرفاتها مجية؟ يلا نمسك إيد بإيد وننادي بالوطنية، للمظلوم وللمحروم الرحمة بتكون أحلى هدية. كلنا إخوة وكلنا ناس، يا إسلام ويا مسيحية، الدين بيوحد الشعوب وبيحارب العنصرية. يلا نبدأ من اليوم وناخذ الأمر بجدية، الحياة لونها وردي، ليه نحولها رمادية؟ اضحك وافرح وعيش يومك، ما حدا باقي للأبدي. وقررت متابعة الكتابة لأنني عرفت أن ذلك سيعود علي بالنفع، يبدأ كالقطرات ثم ينهمر، شعرت بأنني موهوبة، فرحت أشكر ربي على هذا القدر. ثم قابلت دعم مدرستي والمعلمين الذين مدحوني بأجمل العبر، فقررت أن أصبح شاعرة صغيرة على خطى شعرائنا الأجلاء الكثر. نسيتك فاستولى الظلام على أحاسيسك العظيمة، قالت الدمية بصوت رقيق: لا تقلقي، فقد اعتدت أن يهجرني صديق، لكن حبه لي سيبقى عميق. لقد أمضى معي تاريخا عريق، وأن أنساه بلحظات لا يليق. دميتي أشعر أنك شجرة لا تنقطع جذورك، يسعدني صبرك وحضورك، تذكرتني ووضعتني في أولويات أمورك، علمتني أن لا أنساك. في البداية طبيعي بدي أمسي على أهلنا إخوتنا قدس الأب، أعرف يمين الأهالي الكرام طلابنا، طبيعي
من المعقول إنه نكون مبدعين، ومن غير المعقول إنه نكون مش مبدعين. لما عندنا مدير مدرسة زي الأخ أبو محمد حسن غنايم، الهيئة التدريسية، معلمين ومعلمات ولجنة أباء، فحتما بدنا نكون مبدعين. أنا بدي أقول لطلابنا الصغار بالعمر والكبار بالقدر إنه إحنا الكبار تعلمنا نكون أنانيين ونكون مجتمع مستهلك، فأجل وقت اتعلمونا عشان نكون مجتمع منتج، لأنه إحنا إلنا تاريخ كبير. فأنا بدي أطلب منكم حافظ على هذا التاريخ وتحولونا لمجتمع منتج وغير مستهلك. أنا بعرف في العشرات بل أكثر من المواهب المدفونة، فبدي أطلب من الأهالي كل واحد عنده صبية أو عنده شاب يحاول ينمي هاي المواهب، لأنه بلدنا هاي الغالية علينا كلياتنا، من المفروض أنه يتبنى هاي المواهب، وكيف سخنين موجودة على الخريطة نعزز وجودها، لأنه هاي البلد فيش إلنا غير، غالية علينا كلياتنا وأغلى مننا. فأنا بدي أطلب منكم صغارنا دائما نآمن إنه الشهادة الجامعية اللي بتستنانا هي سلاح الوحيد، والعنف والأشياء السلبية بدنا نبعد عنها. بدي أطلب من الأهالي طلب خاص بالفترة الأخيرة، قصة الفيسبوك. يعني فيسبوك مفروض اسمه التواصل الاجتماعي، بس لما نستعمله بالشكل السيء بصير بهدم مجتمعات كاملة. احنا بدنا نحافظ على هذا النسيج الاجتماعي، بدناش نستعمله بالشكل السلبي. بدي اطلب منكم استعملوا بس بالشكل الايجابي. في النهاية بدي اتمنى الخير والسعادة لطلابنا وطالباتنا. بدي اشكر الهيئة التدريسية وعلى رأس مدير المدرسة الاخ حسن غنايم، الاهل، الاخوة، يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير. جالكسي داتش قبل النوم، وهالكسل زاد مع تقدم الالكترونيكا، والنسوان يا حبيبتي فلست صار بدها خدمة من سريلانكا. الولد بيشتغل في الدراسة، بتحسين جان بيقضي لعب اربع صور وتمرن، ولك حتى بالمناسبات والاعراس بيلعبوا على التليفون وما بيجنوا الناس. ليش بالتلفزيون؟ والتلفزيون يا أمة العرب كان في جاب من القنوات التركية اللي بالصبايا ذاب. والله يا حرام يا حرام، بروح الزلمة عن السقايل تعبان، بطلب من مرة أكل بتشحر مثل الثعبان. وبالنهاية يا جماعة، نحن بنعرف إن التكنولوجيا فيها حسنات، بنتواصل مع العالم وتعطي المعلومات. خلونا نحط إيد بإيد، الأهل والأولاد والبنات، استعمال صحيح بيؤدي لتقدم المجتمعات. بنبلشها هون من مدرسة الغدير، معلمين ومعلمات والأستاذ حسن المدير. يا رب اهدي شبابنا، يا رب اهدي بناتنا، يا رب اهدي شبابنا.